مع الجيش الحر، يعني كل 50 شخص أميره هو دولة لحاله، يعني هو بشار أسد لحاله، هو أبو بكر البغدادي لحاله، فما كان عندهم راس من رجلين، يعني ما كان في مركزية في القرار، يعني كانوا يعملون على طريقة يلا أنا ماسك هذه المنطقة خلاص أنا الكل في الكل، وبالتالي أنا أسرق أنا أضرب أنا أقتل أنا أعمل وما في حدا غيري. وطبعا الساحة بس ما السورية في مع الأسف الشديد يعني قدمت، شكرا شكرا يعني سيف. كانت هكذا أرض خصبة لكل هذه الجماعات مع الأسف. شكرا بس سيف يا محمد. دكتور محمد او استاذ محمد صالح، بس بداخله بسيطه، بس اذا الاخوان المسلمين تمكنوا في المستقبل، يعني وصلوا للحكم وهم الان يتبعون سياسه يعني التدلل حتى يصلوا للهدف، يعني او مثل الرسول عندما كان ضعيفا واستقوى بعد، في البدايه كانت دعوته بالسهوله وما فيها قتل وما فيها ولكم دينكم ولي دين، وعندما تمكن بدأ في القتل بدأ، فهو النصوص موجودة، والإخوان المسلمين ممكن إذا تمكنوا من الوصول للحكم وتوطدوا في الحكم أن قد تنشأ منهم جماعات تعيد تفعيل، لا إذا وصلوا مصدر القوة تعيد تفعيل النصوص القديمة وتعيد اللي هو القطع خليني والقتل خليني خليني انا اقول لك الجماعات الاخوانيه الكبيره كيف تعمل، يعني بشكل عام اذا وصلوا للحكم هي ما راح تقوم، ولكن راح تعمل خلايا ميليشيات وهي اللي راح تأيدها وتمولها وتعطيها الامكانيات عشان تشتغل. مثلا اعطيك مثال، هذا الذي كان يفعله مرسي في سيناء، عرفت كيف؟ كان يؤيد ويمول بعض التيارات، مش كل التيارات، لان سيناء كانت يعني فيها يعني اكثر من 10 فصائل مختلفه، يعني عرفت كيف؟ في مثل ما تفعل قطر الان، يعني قطر كانت تؤيد وتمول وتشرعن للجماعات الجهاديه في العراق وفي سوريا، عرفت كيف؟ مثل ما حتى قديما كانوا يفعلون هذا الكلام في افغانستان، ومثل ما راينا ان قطر كيف كانت المهندسة لاتفاقية السلام بين الطالبان وبين الأمريكان. فهكذا إذا الإخوان وصلوا إلى الحكم راح تشتغل بهذه الطريقة بين مد وجزر، ولكن قطعا ما راح تكون ضد التطرف، يعني مش ما راح تكون، ما راح تنهي التطرف، لأن هي تقتات على التطرف، هي تريد أن تكون هناك جماعة متطرفة وتكون هي موجودة في نفس الوقت والناس يتعاملون معها، والجماعات المتطرفة أو المحافظين مثلا تكون هكذا مثل دواسة البنزين بأرجلهم يدوسوا عليه لما يحتاجوه ويشيلوا الرجل من عليه لما يريدوا يخففوا الوطأة، يخففوا اللعب مع المجتمعات الثانية. فالجماعات الإخوانية خطيرة ولا شك، وهي ما راح تنهي العنف أبدا، مستحيل. وهذا على فكرة مثلا قطر كانت تؤيد جماعات جهادية، حتى جماعات جهادية سلفية مثل عبد الحكيم بالحاج في ليبيا، يعني قطر كانت تموله وتشرعن له وأعطته مساحة كبيرة جدا في أخبارها من خلال قناة الجزيرة، وعملت معاه مقابلة ولمعته غاية التلميع. عبد الحكيم بالحاج واحد من الجهاديين الذين كانوا في الجماعة الليبية المقاتلة والذين كانوا مسجونين أيام القذافي، يعني رجل جهادي، ولكن لما طلع القطر عملت له شوية ورنيش وكذا ولمعته قدام الناس وجابته وقالت تعال يعني لا تشتغل بهذه الطريقة، الآن في يعني عملية مختلفة وكذا، ولا بد أن تكون تحت الراية اللي تبع المجلس الانتقالي وتشتغل بنفس الآلية عشان. وطبعا هناك مشايخ كثر يعني كانوا يقومون بهندسة الفصائل في ليبيا، فبالتالي عبد الحكيم بالحاج تحول من رجل متطرف إلى رجل يعني يعمل، ولكن لساته حشايل البندقية وبيقتل وبيقاتل، وكان جماعته كان لهم غاية الأثر في دخول طرابلس أو قطب بني غازي وما أتذكر، يعني واحد من هاي المدينتين. فكان قطر كان وراء هذا الرجل. نفس الكلام عملته مع يعني فصائل ثانية في سوريا في العراق في يعني مثل ما قلنا في موضوع طالبان، حاولت كثيرا حتى في أفغانستان ما نجح، في باكستان ما نجحت كثيرا في ذلك، في الصومال نجحت، استطاعت أن تميل إليها جماعة مثل ما قلت الشيخ شريف أحمد الذي كان رئيس المحاكم الإسلامية، ولمعته غاية التلميع
وجعلت غيره متطرف. الشيخ شريف أحمد كان رجل معروف، وهكذا هي تعمل بهذه الطريقة. يعني يعني قطر هو تستطيع أن تقول يعني وجه جيد للإخوان يعني، أو نموذج. تركيا ليش نروح بعيد؟ تركيا عملت أكثر من هذا. في الشمال السوري يا سيدي، الكل يعرف أن لما الدواعش هجموا على كوباني مثلا، ما أدري إذا حد منكم يتذكر، تعتقدون أن الدواعش هجموا على كوباني من أنفسهم؟ لا، وإنما كان بإيعاز تركي، وتركيا قدمت لهم خرائط ومعلومات وأماكن التواجد وأماكن القوة وأماكن السيطرة وكذا. خلال أسبوعين يعني هل الدواعش أخذوا ما أدري 200 قرية ولا حاجة في هذه المنطقة، أخذوا تقريبا الشمال كله على وهذه المناطق، يعني مناطق كوباني وما حولها. الشاهد من الكلام، تركيا ما كان عندها أي مشكلة أنها تتعامل مع الدواعش يعني بكل أريحية، ولكن لو كان الدواعش يجيدون السياسة، يجيدون اللعبة السياسية، صدقني في سوريا وفي العراق لضرب الأكراد، وكان ممكن أن يتحالفوا معهم إلى ما لا نهاية، ولكن الدواعش أغبياء. ولذا أنا أكلمك عن تركيا التي منهجها أقل بكثير من منهج الإخوان، يعني من ناحية المبادئ ومن ناحية الدين وكذا يعني. فتصور الإخوان شو ممكن أن يعملوا؟ لا، هم ما راح يتورطوا مباشرة بأنفسهم، ولكنهم سيسهلوا وسيعملوا وسيشرعنوا. ويعني مثلا أعطيك مثال آخر، لما خرج حارث الضاري، ما أدري إذا حدا منكم يعرفه، حارث الضاري في العراق، ها لما خرج أيام الصحوات وكذا، حارث الضاري طبعا معروف بتوجهه الإخواني كذلك، خرج وقال لا يا أخي، هذول القاعدة، هذول مو خوارج مو كذا، هذول منا وبينا وإحنا من عند العراقيين. والناس طبعا يعني طار عينها فوق راس، هذا كيف، هذا شو بيقول؟ ما هو هكذا، لأن الجماعات الإخوانية هي تشرعن، ما عندها مشكلة. مثلا أنا أعطيك مثال آخر، يعني حامد العلي نفس الكلام. حامد العلي هذا الشيخ السلفي أو السلفي، ولكن هو ميوله إخواني يعني من التيار السروري. ناصر العمر نفس الكلام، سلمان العودة نفس الكلام، سفر الحوالي نفس الكلام، عبد الرحمن عبد الخالق نفس الكلام، حاكم المطيري نفس الكلام. هذول يعني أنت تتكلم عن جيش من العلماء بدرجات متفاوتة. ولذلك أقول، أنا دائما أقول أن التيارات الليبرالية داخل الإخوان لا يكاد أن يتجاوز بعض الشخصيات هنا وهناك، يعني مثل يوسف ندى وغيره يعني، وإنما التيارات الأخرى هي المسيطرة، التيار المحافظ والتيار الملتزم بالدين. وهؤلاء يرون أن حتى التيارات الجهادية وإن كانوا يرفضون عملها في العلن، ولكنهم يباركونها بطريقة أو بأخرى في السر، وما يريدوا أن تنتهي. نعم هي نزعة المسلم. يعني أنا أذكر يعني إحنا كمسلمين سابقين يعني كانت لدينا هذه النزعة، يعني ما حد حينكر أن في نزعة أنك تتمنى وترغب من كل قلبك أن الإسلام ينتشر في العالم كله بجهاد أو بغيره، بدعوة أو بجهاد. يعني كنا نظن أنه الدين الحق وأنه ما يفترض عليه أن تعيش البشرية. فهذا هؤلاء الأشخاص هم معذورون، هم يتبعون نصوصهم الدينية التي تتحضهم على الجهاد، وأن هذا الطريق الحق، وأنك تهديهم إلى طريق الصواب والجنة، حتى لو مت في سبيل ذلك فأنت إلى الجنة. فهي كلها ألعوبة الدين الإسلامي، يعني هي تخلي الفرد تطلعه عن إنسانيته، لا سيخرج عن إنسانيته، سيحاول بشتى الطرق. يعني حتى هم يشرعون لأنفسهم زي الإخوان، دعم هذه الجماعات المتطرفة لن ينتهي إلا إذا انتهى النص الإسلامي. يعني هو للأسف إحنا ندور في دائرة، هذا الإسلام لن إذا انتهت، طالما النص موجود حتى لو كان في ناس معتدلين حينشأ منهم المتطرفين، لأنهم في الأخير يرغبون في نشر الدين الإسلامي بأي طريقة كانت. فمحمد النبي محمد هو بدايته أقنع الصحابة كيف نشر الإسلام، أنه إذا متم حتذهبوا للجنة. يعني هو قاعد وراءهم، ورغب أن قريش تحكم العالم، الأئمة من قريش، وأقنع الناس أنكم ذاهبون إلى الجنة، حملهم السيوف وانطلقوا. فهو المبدأ الرئيسي أن أراد أن يحكم هو وجماعة قريش العالم بهذه الطريقة، فهذا فزرع هذه الفكرة في الناس، وما زالت تحاول أن تنتشر للآن. يعني أنا أعتقد أن النص لا يمكن إنهاؤه يعني، وإنما ممكن تعطيله يعني على الأقل.
لبضعة عقود حتى تستطيع أن تنشئ أجيال يعني تبتعد عن النص يعني وتكون حياتها مختلفة. ولكن النص لا يمكن إعدامه يعني، خاصة في هذا الزمن. يعني شو راح تعمل بهذه النص؟ كيف راح تقدر تشيله يعني؟ ما صحيح، يمكن. لا زي النصارى حاليا يعطلون، يعني صحيح ما انهوا نصوصهم لكن عطلوها وبدأوا في حشر الدين في الكنيسة. فممكن إذا وصلنا في العالم الإسلامي إلى نفس الطريقة، وصلنا إلى دول علمانية بحتة، ممكن نتخلى عن أو نعطل النصوص هذا بالشكل هذا. وانا اعتقد انه اذا كان في اراده سياسيه حقيقيه لهذا الشيء، هذا الكلام يعني ممكن ان يحصل تدريجيا. يعني ممكن انك تعطل النصوص كلها يعني مع الوقت. يعني الان مثلا اللي بيعمله ابن سلمان انه مثلا يريد انه يشيل الاحاديث ويقف فقط على الاحاديث المتواتره مثلا، يعني هذا نوع من انواع تعطيل النص، بل ازاله النص. وبالتالي راح يبقى عندك القرآن. القرآن إذا أنت شلت الحديث شو راح يبقى منه؟ شو راح يبقى؟ راح يقول لك القرآن والله قابل إنه يعني للتأويل. بالضبط يعني حنرجع القرآن هو لنظام ببساطة. الخجلانين. بالضبط يعني، وإذا أنت أبقيت القرآن فقط خلاص، أنت راح تجي تقول لي اضربوهن بالسواك واقتلوهن بقلم الرصاص وهكذا يعني، عرفت كيف؟ فما راح صحيح. تكون عندك مشكلة يعني. وراح تكون عندك مشكلة إذا الموضوع كان في بيئة تسمح بنشأة التطرف، عرفت كيف؟ ولكن مع الوقت اذا انت بربيت جيلين ثلاثه اربعه بهذه الطريقه، ابتعدوا عن النص واغلقت الجامعات الاسلاميه التي تدرس هذه النصوص، خلاص الناس شو راح، ما حدا راح يروح يفتح كتاب ويدرسه للناس. الذي ياتي ويتكلم بهذا بالضبط مثل ما انت تسمع اليوم من كثير من المسلمين، راح يجي يقول لك لا يا اخي، مو هذا الكلام كان في ذاك الوقت مش في هذا الوقت. ولكن اللي بيخليه انه هو متمسك بهذه الاحكام بشكل كبير جدا، لان هناك جيش من العلماء لا زالوا يقولوا بهذا الكلام. ولكن تصور لو هذول العلماء ما بقوا، وانت بقى عندك جيلين ثلاثه ما بيقراوا ولا بيشوفوا مثل هذا الكلام ولا بيسمعوا هذا الكلام، شو راح يصير بعد يعني 50 60 سنه مثلا، 80 سنه؟ راح اللي راح يصير ببساطه شديده انه واحد راح يجي يقرا له كتاب يقول مين اللي بيقرا هذا الكتاب؟ وخاصه انت طالع نحو التطور والعالم وكذا، يقول انت شو بتقول يعني؟ انت تريد انك تفسر الدين الان بكتاب واحد كان في أخي محمد هذه صالح، النقاشات مساء اللي احنا الخير، بنقولها مساء كلها الخير راح على يطلعوا. البوش العظيم سلام صديقي. مساء الخير على الجميع. هلا يا أخي محمد صالح، يعني ما شاء الله أنت موسوعة وما شاء الله عنك يعني. ولكن لو احنا رجعنا قديما للتاريخ، مش بعيد يعني، فرج فودة كتب كتاب اسمه الحقيقة الغائبة، وكتب كوارث الإسلام. ولو بده يكمل كتابه يعني لكل الأحداث اللي صارت في الإسلام، بحتاج لكتب يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ أنا بعتقد إنه لا يوجد اتفاق إسلامي على تغيير نصوص، حتى وإن أرادت السعودية ذلك، حتى وإن أراد ابن سلمان ذلك. هل يستطيع ابن سلمان إسكات شو اسمه هذا أرخميدس، على رأي شو اسمه، على رأي صفوق الشيخ أرخميدس هذا في الكويت؟ طب هذا كل يوم بيطلع عندنا بنصوص، ما زال يعني ما زال بجهل في الناس، وما زال عايش في الجهل وعادي، والكويت سامحيت له بهذا الحكي. ما في حكومات تتفق على هذا الحكي، يعني مثلا الحكومات العربية عارفة انه وزارة التربية والتعليم على خلاف من وزارة الداخلية، لأن وزارة التربية والتعليم تطبع الكتب وتفتح كليات الشريعة وتخرج الدواعش، آسف على التعبير قلبوش، ووزارة الداخلية تسجنهم. هذا قمة التناقض. يعني أنت لما تفتح لي كليات شريعة وما تراقبها، يعني أنا عايش برام الله، بديش أحكي لك إنه 80 أو يمكن 70% من المدرسين عندنا في الجامعات وفي المدارس تابعين لحركة الإخوان المسلمين، تخيل.
لما انا ابني يروح من الصف الاول يقول لي يابا قرات اقرا باسم ربك اللي خلق. طب انا شو اعمل بهاي اللحظه؟ احنا في 2023 شو اعمل؟ الطم يعني مثلا خلى شعري؟ في 2023 ابني في الصف الاول بيجي يقول لي يابا تعلمت اقرا باسم ربك الذي خلق. احنا عايشين في مصيبه. طيب يعني لو مثلا فرضا احنا استطاع محمد بن سلمان او السعوديه بشكل عام انها تغير نصوص معلش انا تعبان يا صديقي، تعبان شوي. تغير نصوص، هل الازهر يقبل بتغيير النصوص؟ يعني مثلا مصر تعتبر حالها مصر العظمى ومصر قائد الأمة العربية ومصر أم الدنيا ومصر إلى آخره، أوكي على رأس، لكن هل الأزهر يقبل بتغيير أحاديث مثلا؟ هل يقبل بإلغاء أحاديث؟ وبعدين أنت عارف كمان بيطلع لك واحد بيقول لك شيخ بيقول لك هذا حديث ضعيف وهذا حديث إسرائيلي وهذا حديث مدسوس وهذا حديث مش عارف إيش، أنت ما فهمتش القرآن صح، انت ما فهمتش الحديث صح، انت مش عارف ايش صح. احنا عندنا مصيبه اذا ما جمعنا كل الكتب، كل الدول العربيه اذا ما جمعت كل الكتب القديمه، كل الكتب مثل ما عمل ماو في الصين وحطتهم في الساحه وحرقتهم مره واحده وطبعت كتب جديده ما لها اي علاقه في الماضي مثل ما حكيت 50 60 سنه، احنا بنكون مش احنا، بنكون شعب ثاني ما له علاقه في 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 قبل 50 و60 و70 سنه. اي كتاب راح تقرا انت؟ اي كتاب راح تحرق يعني؟ يعني كل الكتب من عند البخاري من عند خيالي هذا. ما انا ما هو اسمع يا محمد صالح، يا محمد صالح هذا انت 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 بتحلم يا محمد صالح اسمع، اذا ما كان في قرار من الحكومات، لو قرار من الامم المتحده، ما في قرار من الحكومات العربيه، احنا راح نضل عايشين في مهزله يا اخي. انت بغض النظر احنا عايشين في مهزله وراح نبقى عايشين في مهزله، ولكن الفكره عمليه انك تحرق الكتب هذا مش خيال، هذا خيال يعني فوق الخيال يعني، بحياته ما راح يصير هذا. ليش؟ لأن ببساطة شديدة الكتب أنت أصلاً ما تعرف هذه الكتب وينها، يعني أنت تتكلم عن ملايين ملايين الكتب، يعني في الكتب إيش اللي راح تحرقها يا سيدي؟ الأمر الثاني إنه هذه الكتب الآن لحظة يا عمي عرفت؟ ثاني شيء إن هذه الكتب الآن كلها موجودة في الإنترنت، كتب إيش اللي راح تحرق؟ هذا الكلام مستحيل، لا يمكن. تتكلم في شغله مستحيل ما يمكن ان يحصل، سواء كان في قرار سياسي او غير سياسي. طيب ما هو الحل يا صديقي؟ تفضل، ما هو الحل؟ مثل اوروبا والدول العلمانيه، هو الا انك 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 تاتي وتشتغل على هذا الموضوع بالتدريج، وهو تعطيل النصوص. لا يمكن انك تلغي النصوص، لا يمكن انك انت تنهي البخاري، لا يمكن انك انت تاتي وتنهي كتب الفقه، ولا لا يمكن، ما راح ينتهي. هذه الكتب راح تبقى موجوده ابد الدهر، يعني ما راح تنتهي. انت ما تتكلم عن 20 كتاب و1000 كتاب او كذا، انت تتكلم عن يعني ربما تصل عدد النسخ الالكترونيه الى مليارات. انت بس تدخل، يا انا بس اريدك في يوم من الايام تدخل الى المكتبه الالكترونيه وتشوف انه عدد الكتب اللي هناك موجوده وعدد الملفات التي انزلت من قبل الرواد، اشياء بهذا شو بيسموها، بهذا اللي في احيانا بعض المواقع بيقول لك عدد مرات التحميل لهذا الكتاب او لهذا الملف او لهذا الكذا. انت تتكلم عن اعداد لا متناهيه، لا يمكن. انت ثم حتى الان مثلا عطلت هذا الموقع، هذه الكتب موجوده عند ناس، راح يعمل لك موقع مشفر، راح يعمل لك موقع ثاني، وراح تبقى هذه الكتب. انت ما تقدر تدخل جوا كمبيوترات الناس وتحرق هذه الكتب، ما يمكن هذا، لا ابدا. لذلك الحل الوحيد هو أنك تعطل هذه النصوص. هذه النصوص كيف راح تقدر تعطلها؟ من خلال أنك تكون هناك إرادة سياسية تشتغل على موضوع التدريس بالدرجة الأساسية، اللي هي الجامعات كذا، قد تبتدئ من بعض الدول مثل السعودية مثل كذا، ثم بعد ذلك الإنفلونزا هذه تصل إلى الدول الثانية مثل مصر مثل موريتانيا مثل باكستان مثل الدول التي هي لها
أكبر تأثير في تخريج الجماعات المتطرفة. هذا الكلام ما يمكن أن يتم خلال سنة واثنين وعشرة، يعني هذا راح يحتاج وقت كبير جدا، ولكن بفضل الانترنت، بفضل هذه النقاشات، بفضل هذا الكلام، لما راح ينتشر الوعي أكثر وأكثر بين الناس، راح تكون هناك إرادة شعبية لمواجهة مثل هذه النصوص. هذه الإرادة الشعبية ستؤدي في نهاية المطاف إلى 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 جعل الأنظمة أو جعل السلطة الحاكمة أنها ترجح كفة هذول الناس على كفة علماء الدين. لما علماء الدين ما يقدروا يستطيعوا أن يسيروا الناس، فوقتها راح يكونوا عبء على الدولة، ما راح يكونوا مثل ما هم الآن في مصلحة الدولة. هذا هو الفرق. الآن حتى الرئاسة مثلا المصرية أو غيرها تطلع أي قرار والأزهر ليس له أي سلطة، يرقع أي ترقيع لكي يصدر فتوى مناصرة للرئاسة بس، في وكل الدول أصبحت الحكومات هي التي تيسر فتنشئ القرار، والجهات الدينية كلها يعني مهما كان القرار ستسبح بحمد الرئيس وترقع له أي ترقيع. يعني مثلا عند القيادة كانت سابقا محرمة، وبعد أن صدر قرار أنها تفعل أصبحت بالشريعة حلال، وأمثلة كثيرة جدا. يعني أي شيء تطلق الرئاسة، لا أزهر له سلطة ولا أي مشايخ ولا أي جهة، ستدور أي ترقيع وستذكر أنه حلال وجائز، وكما ذكر الشيخ محمد صالح التدريج هو السبيل إلى أن يصل بقناعة الناس أن يعني حتى في أوروبا لما انتفضوا ضد الكنيسة لم يلغوا الدين، لم يقولوا نحن لسنا نصارى نحن ملحدين، ظلوا متمسكين في قلوبهم بالدين، لكن بس حشروا أو خلوه في الكنيسة، لكن حياتهم للدنيا. فنفس الشيء الدول العربية حتمشي يعني حتتجه بنفس المسار، لكن بتدريج بطيء جدا. يعني أنا قد يكون بالعكس، أنا أشوف راح يكون قدرتها أسرع، لأنه في عندك نتمنى ذلك. في أوروبا يعني حصلت هناك دماء الركب عشان وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أنا لا أعتقد أننا بحاجة إلى حمام الدم هذا في بلدان العربية، ما أعتقد هذا السلطة. نعم، أتمنى في حياتنا أن نرى هذا الشيء، لكن أنا نظرتي شوية مكتئبة. أنا أعتقد يمكن بعد 3-4 أجيال حتى ينتهي هذا الأمر. يعني 3-4 أجيال سهلة، هذه يعني 80 سنة، الجيل هو 20 سنة تقريبا، أنا ما فيش معها. وأنت الصادق أستاذ حبيبي أجنوستيك، أنا كنت أشوف البث لأستاذنا محمد صالح الظاهر أمس أو قبله، لما الضيف الأخير اللي على أساس أنه شيخ، وشفت يعني حسيت بنفس الإحساس اللي حسه الأستاذ محمد صالح لما قال أنا عادي إذا صارت الأمة الإسلامية فعادي نتزوج الأطفال، نفس الإحباط اللي جاني في يعني في 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 قلبي، والإحباط أنه هذا الإنسان وينظر ويبتسم، يعني وكأنه مو فاهم اصلا الى اي درجه كلامه سيء، الى اي درجه هو الدين هذا والمرض هذا غشاء على راسه يخليه ينظر الى الحياه بشكل مغاير جدا الى ما هي عليه، كله باسم الدين وباسم الوعود الفاضيه هذه انه الدين بيطلع قوس قزح والحياة حلوة والدنيا كلها اسلام والطفلات يتزوجونهم صغار وعادي، كل الكلام هذا جاني نفس الإحباط اللي شفناه بالأستاذ محمد صالح وقفل البث بعده. فاللي بيقوله إنه ترى كلنا نحس يا جماعة الخير، وخاصة أستاذ محمد صالح، كلنا حسينا يعني بشكل، أنا بالنسبة لي خاصة حسيت يعني بإحباط جامد كبير جدا باللي صار، فبس بغيت أعبر عن مشاعري. ولكن انت شوف شو صار بعدين، لحظه، انت شوف شو صار اليوم اللي بعده. لا ما انتبهت. نفس الشيخ دخل عندي، عرف كيف، وحاول ان يرقع لكلامه. انا ما كنت اقصد كذا، ليش؟ لانه حصل عليه يعني ضغوطات كثيره شعبيه وناس وشكلها يعني حتى صار يخاف، عرفت كيف؟ وهذا هو الفرق. احنا بالفعل في مرحله انه راح تكون هناك ضغوطات شعبيه، ضغوطات من الناس، ضغوطات من الدوله، ضغوطات من الـ 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 الاقارب، من الاصدقاء.
بحيث أن هذه المناهج الذي يتمسك بها يبدو كأنه إنسان قبيح جدا، إنسان خطر، إنسان يعني أنا ليش بالعادة بركز على هذا؟ أنا بعرف أن بعض الأخوة يعني حتى أنا بعضهم يعني اتصل علي وقال لي يا أخي يعني هذا الموضوع خلاص. لا مش خلاص، هذا الموضوع واحدة من الأمور الأساسية، مش فقط للجانب التوعوي وكذا، هذا الجانب التوعوي هذا شغلة رائعة جدا أكيد كنا لازم نشتغل عليه، وكذلك هناك جانب آخر أنه هذه النقطة ما تقدر تدافع عنها وأنت رافع راسك بالدين، وما تقدر تنكرها إلا لما تنكر أمور كثيرة جدا بالدين وتصير واحد قرآني يعني، عرفت كيف؟ فبالتالي هذا الكلام الآن لما خاصة للنساء للبنات للأطفال للشباب للكذا لما يقرأوا مثل هذا الكلام يحسوا بنوع شديد جدا من الخجل، وهذا الشخص لو كنت أنت تناقشه قبل 20 سنة ولا كان راح يصير أي شيء، ولكن قدام الناس بيطالع بوجه طالع بكذا دفع ضريبة هذا الموضوع. أنا آسف لعشانه أنه بيدفع ضريبة هذا الشيء، وأنه أنا ما أعتقد أنه في يوم من الأيام راح يعمل هذا الشيء يعني ده ما أعتقد هذا، وإن كان هذا الكلام يعني ممكن يحصل يعني ومش بعيد يعني أو مش مستحيل يعني عفوا، ولكن الفكرة الأساسية أنه الرجل هذا دفع ضريبة على هذا الموضوع، ضريبته أنه لما بتطلع بدك تقول شغلة مثل هذا وانت عايش بين الناس بهاي الطريقة هذا الكلام ليس مجرد رفاهية فكرية، لا 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 تبعات، وحتى أهلك وناسك وكذا راح تظهر قدامهم كأنك واحد مختصر، وهناك أمور كثيرة في الشريعة الإسلامية ممكن الواحد يعني يستخدمها بنفس الطريقة، ولذلك أنا أعتقد بالفعل هذا الأنترنت من أعظم ما أوتينا في هذا الزمن، أي بمعنى أننا نأتي ونستطيع أننا يعني نخرج كل القبائح اللي موجودة في الشريعة الإسلامية ونضعها قدام الناس، بحيث مع شوية مرور الوقت القاعدة الشعبية لما راح يطلع شخص ويقول أنا مع قتل المرتد راح يكون عنده نفس الموقف، راح يكون عليه نفس الموقف، نفس الرفض من الناس، وهذه هي الفكرة الأساسية من 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 الانترنت، انك انت مش انك فقط جالس تتكلم مع الناس وكذا، لا، انك انت لما تظهر قبح الشريعه والذي يتمسك بها راح يكون خجلان من نفسه اصلا، انا ليش متمسك بشغلات بهذه القبح مش قادر ادافع عنها قدام الناس، وهذا لعلكم الان تشوفوه يعني كميه المراوغه من الناس لما تجي تحطهم قدام هذا الموضوع من 10 اشخاص يدوب يطلع لك واحد او اثنين يستطيع أن يجاوب بهذه الجرأة وبهذه الصراحة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك وعي شعبي يقول بأن الناس ما عادت تتقبل أي كلام وبأي طريقة، ما عادت تتقبل هذا الشيء، هذه حقيقة، ما عادت تتقبل، ولذلك هم خجلانين أنهم يتكلموا بهذه الصورة بين الناس. أينما أنا أتذكر في التسعينات لما كانت تصير مثل هذه النقاشات حتى في بداية الألفية الثالثة لما تصير هذه النقاشات، لأن أنت تتكلم مع 4 أشخاص ويجي واحد يعني شوي على أساس مثلا لا تعرف أن الفتاة يعني عبارة عن تنضج بسرعة إذا كانت في مناطق حارة، تعرف هذا الكلام الأبد اللي كان بيصير ببساطة شديدة أنه يعني الموضوع يموت، ولكن الآن الموضوع ما بيموت، الموضوع يبقى، والشباب اللي بيسجلوا بينشروا كذا هذول مش فاهمين ان هم شو بيعملوا، هذول بيبنوا مجتمع جديد، الشباب اللي بيسجلوا مثل هذه المواقف وبيضعوا نصف ساعة من حياتهم على هذول الناس، يعني انا ممكن اجلس هنا اتكلم لمدة 10 ساعات، هذا 10 ساعات ملوش اي قيمة في الحياة، ولكن هذول الشباب اللي بيشتغلوا من ولا حدا عارف اسمائهم ولا حدا عارف مين هم ولا حدا عارف شو بيعملوا، هذولا هم الناس اللي بيبنوا المجتمع، بيجيبوا مثل هذه المواقف بيحطوها في إطار جيد في فيديو واضح بيحطوها قدام الناس. الناس الآن لما بتشوف مثل هذا الكلام يتكرر مثل هذا الكلام راح يتغير الوعي لدينا، مش يعني أنا أقول لك أنا أتوقع هذا بالنسبة لي، ولا ادعي اني يعني رجل فقط اشتغلت في التحليل وكذا،
أقول لكم بدرجة يعني أني متأكد أنه هذا الكلام ما راح يبقى، هذا النقاشات اللي إحنا بنقوضها الآن بعد 20 سنة ما راح يبقى منه شيء، ما أبدا، مستحيل. ليش؟ لأن بسبب هذه البرامج اللي إحنا جالسين، اللي أنا الآن جالس بالسيارة وأكلمكم يعني من خلالها، هذه البرامج، هذه المنصات راح تغير، تعمل مجتمع جديد في العالم العربي أحبتي. صدق ولا تصدق، وهذه المجتمعات اللي راح تجي ما راح تكون مجتمعات مريضة وتطلع ناس مثلي يعني، ويطلعوا ناس متخلفين من سفلة المتدينين، يا دوب بعد 20 سنة 30 سنة يندق شوية عقل في راسه ويقول لا والله شو هذا الغباء اللي أنا كنت فيه. راح يطلعوا ناس مضاف من الأول، في عمر 10 سنوات لما حدا يجي يكلمهم عن الزواج يقولوا إيه وشو هذا القبح، شو هذا القرف، ما راح يكونوا مثلنا، ما راح يكونوا مثلنا، يحتاجوا 10 سنين عشان ينظفوا اللي كان جوا بعقولهم. لذلك أنا ما أقول لكم هذا الكلام فقط هكذا، وإنما بالفعل المستقبل مثل هذول المتخلفين. أنتم بتشوفوا الحياة الآن والجاهزين جوا الناس والمجتمع، عشان هيك يعني عندكم إحباط، وهذا أنا متفهم هذا الكلام، والله متفهم، بس صدقوني يا أحبة، وانا رجل يعني متابع للساحه بطريقه مبالغ فيها، يعني من التسعينات وانا بتابع الساحه العربيه والساحه الاسلاميه، وما بقى جماعه اسلاميه ولا نقاش ولا موضوع ولا هبل الا ودخلت فيه، واما كنت طرف فيه او كنت مشاهد ومحلل ومتابع جيد فيه. كل هذا الكلام اللي احنا بنشوفه هذه اول مره تحصل في تاريخ هذه الامه التعيسه، انه ناس يتكلموا ينتقدوا الشريعه بهذه القوه، ويكون هناك الاف الناس جالسين يستمعوا لمثل هذا الكلام. هذا الكلام بحياته ما حصل قبل. لا تقول لي والله كان المد الشيوعي، وهذا كلام اهبل، كان في مد ايديولوجي، لان كان هناك صراع بين قطبين من القوى العالميه. هذا ذول الشباب اللي مثلكم الان اللي طالعين في مثل هذه البثوث وبيتكلموا، مين وراكم انتم؟ مين اللي جالس يدفع لكم؟ واحد مثل قلبوش، واحد مثل اسكندر، واحد مثل استاذ احمد، واحد مين اللي بيعطيهم يعني ولو فرانك واحد؟ ولا حدا. طب ليش بيعملوا هذا الشيء؟ فقط من 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 حسهم الانساني، وهذا الحس الانساني الذي عندهم يعني كفيل وقادر انه يوصل للناس. بسمع لكم الاخ اغنوس، الاخ صادق، الاخ يعني كلكم انتم الان لما بسمع لكم شباب وصبايا مثل الورد طالعين بيتكلموا ليل نهار في مثل هذه الأمور، ليش تعملوا هذا الشيء؟ لأن هذا الكلام يا أخوة ما كان موجود يعني بهذه الطريقة. كان يصير فيه أنا يعني أتذكر في بداية التسعينات قبل ما ألتزم بالدين، يعني في بداية التسعينات كانت عندنا هكذا عائلة قريبة، يقولون كان العيلة عندنا بتقول يعني هذول والله ناس ماركسيين، ناس ما يؤمنون بالدين، معروف عنهم انه كانوا يستهزئون بالدين وكذا، يعني هكذا يعني 6-7 أشخاص يعني او الاولاد والبنات هكذا، ولكن ولا حدا بيسمع لهم ولا بيصير نقاش ولا بيصير قرف ولا بيصير اي حاجة. انت الان تتكلم، انت جالس في بيتك في غرفة نومه في الصالون في السيارة في المطعم في ما أدري وين، جالس تتكلم لعشرات ولمئات ولآلاف من الناس. لا تستقلوا بهذا، شوية راح تشوفون هذا الكلام كيف راح يكون تأثيره، بس اصبروا شوية لين ما السنوات هذه تمر، راح تشوفوا أنه هذا اللي أنتم بتشوفوه الآن آلاف الآن اللي بيسمعوا هذا الكلام راح يتحولوا إلى مئات الآلاف خلال يعني بضع سنوات بسيطة، والمرحلة اللي بعدها راح تكون يعني بالملايين، المرحلة اللي بعدها راح تكون عشرات الملايين، عشرات الملايين تتكلم وتعمل وتسوي وتناقش وتعمل لايك وكذا، خلاص انتهت هذه الشريعة أحبة الكرام. ما أنا بعرف إنه أنا يمكن أكرر هذا الكلام أحيانا قد يكون ممل بالنسبة لكم، فضروري إنكم يعني تعرفوا إنه أنتوا الآن أنتوا اللي مجالسين تشتغلوا بهاي الطريقة، أنتوا بتصنعوا مستقبل لهذه الأمة التعيسة، انتم بتصنعوا مستقبل، بتنقذوا اطفال، بتنقذوا نساء، بتنقذوا شباب. ولكن هذا الكلام مع الاسف الشديد ما راح يجي يقول لك بارك الله فيك، ما حدا راح يجي يقول لك عفارم عليه، ولكن انتم بتصنعوا بشريه ثانيه
فيه تخدموا مش فقط هذه البلدان العربية تعيش، أنتم تخدموا البشرية كلها. لكن بس أصبروا شوية لين ما نتجاوز هذه المرحلة السخيفة اللي إحنا فيها، اللي 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 السرعان ما راح تنتهي، أوعدكم بأنها راح تنتهي. الشباب اللي منكم راح يشوفون هذا الكلام بعيوني، راح يقولون والله كان عندنا واحد مخرف واحد عجوز اسمه محمد صالح لما كان يقول لنا هذا الكلام كنا احنا يعني متشائمين، ويقول غالبا انا ما راح اكون موجود في هذا الوقت، بس راح تشوفون هذا الكلام، ويوم ما راح تشوفون هذا الكلام اذكروني بالخير وقولوا للناس يعني والله محمد صالح كان يعني كانه كان شايف هذا الكلام قدامه، وقتها راح افتخروا بما تعملوه في ذلك الوقت. لا احبتي، لا ابدا ابدا، انا افتخروا بكل حاجه بتعملوه، وكونوا على يقين انكم انتم بتصنعوا تاريخ جديد بدون ايديولوجيه، بدون حزب، بدون نظام، بدون اي حاجه وراكم، ما عندكم غير موبايلاتكم وهذا الاخلاق الانسانيه اللي عندكم. كل يوم انت لما بتروح تمشط شعرك قدام المراية هكذا، اضرب على كتفك اليسار بيدك اليمين وقول عفارم عليك، عفارم عليك اللي بتعمله، ارفع راسك. الناس اللي مثلك يعني في هذه الأمة يعني قبل سنوات كلهم كانوا يعني يقتلون أو يهمشون أو يطردون. أنت الصفوة الصفوة في هذه الأمة اللي طلعت بهذه الطريقة، تفتخر بنفسك، اشتغل على ما أنت عليه، وتشجع أكثر وأكثر، وكون معطاء لما تفعل، لأن ببساطة شديدة هذه الأمة الآن هذه الأمة التعيسة لا عندها حكام محترمين ولا عندها علماء محترمين ولا عندها مفكرين محترمين، ما عندها إلا أنتم، إلا أمثالكم اللي هذول الأطفال راح ينقذوا بسببكم، بسبب الضغوطات اللي بتعملوها على المجتمع، وبسبب القبح هذه الشريعة اللي بتطلعوها قدام الناس. أنتم بتنقذوا أمة، مش هذه الأمة، أنتم بتنقذوا يعني الناس من حتى ما بتعرفوهم من أمم أخرى بسبب اختلاط هذه الأمم مع بعض. لا أحبة الكرام أبدا، ولا لحظة تشاؤم ولا لحظة إحباط، بل بالعكس، شوفوا أنتوا وين وصلتوا. بس انظروا إلى 12 سنة، ما أدري ما حد منكم إذا كان أيامها لا ديني أو ملحد أو كذا، ارجعوا إلى 10-12 سنة، انظروا إلى يعني حلقات أو برامج أو مناظرات أو نقاشات أو حوارات أو مقابلات الأستاذ أحمد حرقات، شوفوا الناس اللي كانوا في التعليقات، شوفوا كمية السب وكمية الشتائم اللي كان ينالها هذا البطل، بينما الآن شوفوا الناس تنتظر بثه بفارغ الصبر. شوفوا على كم من الملايين أثر هذا شخص واحد فقط. تصوروا أنتم شوفوا بهذه المجموعات وبهذه اللايفات شو بتعملوا، شوفوا كم قناة في اليوتيوب جالس يبث يعني حلقاتكم ومنصاتكم وحواراتكم، شوفوا كم من الناس يوميا بينتمون لكم. لا أحبة الكرام، أنتوا اللي بتعملوه الآن يعني شغلة نادرة. الناس في الثورة الفرنسية كانوا مفكري الطبقة، الناس الذين قاموا بالثورة والذين ركبوا الثورة، بينما أنتوا بتغيرون الأمة من الواقع، ما بتطلعوا للشارع وتقولوا لهم ثوروا لأنكم جياع، بتصنعون عقول جديدة في الناس. هذه العقول الجديدة هي اللي راح تغير الواقع، مش أنك تروح تطلع للشارع وتروح تقتل وتنتظر 100 سنة حتى تعمل دولة جديدة. لا، افتخروا بأنفسكم، استمروا بما أنتم عليه أحبة الكرام، والمستقبل لكم ولأمثالكم ولأولادكم ولأحفادكم، ما في مستقبل ثاني في هذه الأمة، أنا أوعدكم بهذا. أنتوا المستقبل الوحيد لهذا، لا يمكن يكون لهذول المتخلفين وجود بعد 20 سنة، راح يكون لهم هكذا فقط في همسات ويعني كلام فيما بيناتهم، أما قدام الناس راح يخجلوا يقولوا هذا الكلام، ما أحد راح يناقش هذا. مستحيل تجد شخص بعد 20 سنة يجي يقول لك نعم كان زواجها للطفلة في 9 سنوات جائز إذا كانت بالغة، لن تجد هذا الكلام بعد 20 سنة. أنا آسف جدا، يمكن شوية لا عفوا أستاذ محمد، أستاذ محمد طبعا حبيبنا أنت أستاذ محمد، بس أستاذي العزيز يعني بعض الأمور إنه طبعا نوعا ما سامعيني في صوت سامعينك. قبل ما تقول شيء ودي أقول شيء للأستاذ محمد صالح، إذا تسمح لي تفضل. يلا تفضل.
بس بقول لك شيء استاذ العزيز، شكرا جدا على هذا الكلام، شكرا انك تعطينا الـ 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 الامل انه الكلام اللي جزء يكون جزء من بمخيلتنا، انه انك تشاركنا نفس المخيله بالتفاؤل هذا الرائع. وانا بقول لك اياها، يعني انت نبأت بشيء، انا بتنبأ بشيء ثاني اذا تسمح لي، وله بمدحه. انا اتوقع هذا انه التاريخ بيكتب اسمك من 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 اسامي الناس اللي بدأوا هذه الثوره، وانا جدا مفتخر معك بوجودنا. فهذا اللي بغيت اقوله، شكرا لك استاذ، وشكرا للجميع صراحه، وقلبوش اولهم، وكل الناس اللي قائدين هذه المسيره. شكرا للجميع، تفضل لك حبيبي. معلش طبعا، شكرا اكيد للاستاذ محمد. انا بس اريد احب اخذ حسنين افتح المايك اللي تحتي. حسنين، يمكن افتح المايك اللي تحتي، تفضل يا سيدي. اوكي، الو، نسمعك تفضل. سلام واحترامي للاستاذ القدير محمد صالح، والاخ قلبوش، ولك شخصيا، ولكل الحضور، كل المستمعين. نشكر الاستاذ القدير محمد صالح على ما يقوم به من جهود تنور عقول العوام الناس المغيبه صراحه، لان اسلوب الاستاذ محمد صالح اسلوب سلس، ويوصل قلوب الناس بطريقه غريبه، ومش قلوب الناس بس، عقولهم، هذا هو الاهم، هذا هو الاهم. وما تقوموا به انتم ورواد التنوير دون استثناء شيء عظيم جدا، وشيء يقدر، وشيء يكتب في تاريخكم. واحنا اصبحنا في زمن النت، ما في حاجه تضيع، كل شيء بالصوت والصوره. زمن الخرافات وهذا ولا، واحنا نتامل مستقبل افضل، مش حتى لو ما نلمسه شيء، احنا نتمنى لاولادنا. بس ما تقوموا بنتو شيء عمل جبار وعمل عظيم يستحق كل الاحترام والتقدير. لا تبالوا بكل المحبطين، لا تبالوا. صراحة أنا من أشد الناس عصبية وغضب، بس من كثر ما تابعت الأستاذ محمد صالح تعلمت الصبر، تعلمت كيف حافظ على أعصابي حتى لو مهما كانت الاستفزازات، مهما كانت. ماش داعي أني أحكي قصة حياتي الآن لأن الوقت مش مناسب، بس شرف كبير أني طلعت اليوم مع أستاذي القدير محمد صالح. وأنا ما في يوم ما أسمع حقه اللايف، أوقات أعيده مرتين ثلاث، لأن صراحة الجسم محتاج الغذاء اللي هو الأكل، الروح محتاجة الغذاء اللي هي العاطفة، العقل محتاج الغذاء اللي هو العلم والمعلومات، العلم النظيف، المعلومات النظيفة، مش المعلومات اللي هي نصها خرافات ونصها خزعبلات ونصها ايديولوجيات مسيسة لأي طرف، قبلي، عشائري، ايا كان، طائفي، يعني ايا كان. صراحة عقلي كنت كثير من الأشياء كانت غايبة عني، ومن خلال متابعتي للأستاذ محمد صالح توصلت ل يعني لنقاط كثيرة كانت تايهة مني من غير ما أبذل كثير من الوقت. وأتمنى مزيد من التقدم والاستمرار يا أستاذ محمد صالح، وإحنا معك، وإحنا أولادك وتلاميذك، وناخذ منك كل اصلا ما لا تجيب لنا الا كل ما هو جميل صراحه. الله يحفظك ويطول عمرك حتى لو انا كيف ما انا. سلامي واحترامي للجميع، هذا اخر، هذا كل ما كان عندي لاني اول مره اطلع. شكرا حسين، شكرا صديقي، شكرا. يلا سلام يا استاذ. سلام استاذ محمد، الا ترى انه الخطوه الجايه حتكون المنظومه الاسلاميه بقياده المشايخ حتكون اكثر ضراوه واكثر قساوه بالدفاع؟
لأنه هو صراع بقاء بصراحة أخي صار. الكريم، أخي أنا ما أدري مين بيتكلم، بس أنا الآن يعني مع الأسف الشديد في آدم السيارة، حبيبي آدم هذا، آدم معك أنا في حبيبي السيارة حبيبي ما أقدر أركز كثير بالحكي في منطقة هكذا، أحتاج إني يعني أنا معاكم على السمع، أحاول إني أسمع لكم بس ما أقدر أشارك، يعني آسف جدا. في ذاك قلبي بسيطة، مو مشكلة يسعد مو قلبكم مشكلة جميعا. أستاذ، شكرا. أكيد خليك على السمع ويانا لأن توصل المكان. وين تفضلوا، من يريد يعطي مداخلة؟ أنا عندي عمار. أمير. أمير يسعد مساكم جميعا أحبائي، أستاذ قلبوش، أستاذ محمد وجميع الأحبة. يعني أنا الكلام اللي حكاه أستاذ محمد كلام رائع جدا وجميل جدا، ويعني خاصة بما يتعلق إنه في النظرة للمستقبل. يعني أنا من تجربتي الخاصة لمست الشيء اللي عم بحكيه واقعيا، يعني لمسته من خلال تجربتي. أنا تعرفت على أشخاص كثيرين هنا عملوا للأستاذ محمد بلوك، يعني لكلام اللي كانوا يسمعوا، عملوا الأستاذ محمد بلوك، وهم قالوا لي هذا الشيء. يعني عملوا بلوك، ولكن بعد فترة شالوا البلوك، راجعوا أفكارهم، راجعوا الكلام اللي سمعوه، فشالوا البلوك واتبعوا الأفكار التنويرية، اتبعوا الأفكار الصح وليست الأفكار الخطأ. يعني أنا أرى أنه المستقبل سيقول كلمته قريبا، المستقبل سيقول كلمته قريبا، ويقول أن هذه التعاليم الموجودة في الكتب التي تسمى السماوية، القرآن والإنجيل وغير ذلك، أصبحت غير مناسبة ل 2023. نحن لا نعيش في السنة الأولى للهجرة كما يريدون الشيوخ ورجال الدين أن نبقى على هذه الحال. نحن نعيش في عصر الإنترنت، وأقول الفضل الكبير يعود إلى الإنترنت الذي الإنسان باستطاعته من خلال الإنترنت أن يقول كلمته لآلاف البشر، أو ربما لعشرات الآلاف، أو من دون أن يطلب أحد منه أن يغلق فمه. الإنسان يقول كلمته بكل حرية، ويعبر عن أفكاره بكل، ويسمع هذه الأفكار وهذه الأقوال الآلاف من البشر. وهنا أرى الأهمية الكبرى. يعني مثل ما قال الأستاذ محمد قبل 50 سنة أو 40 سنة، هذا شيء كان غير موجود. حتى لو كان إنسان يريد أن يفتح فمه، ممكن يجي الآلاف من الأشخاص يقولوا له ليس من حقك أن تتكلم، اسكت. هذا أما في الإنترنت تقول ما تريد وتفعل ما تريد وتطرح أفكارك لآلاف البشر، والآلاف البشر تستمع إليك. من أراد أن يفهم فليفهم، ومن أراد أن لا يفهم فهو حر. لكن أنا أرى متفائل جدا في المستقبل، كما قال الأستاذ محمد وأنا معه. يعني في المستقبل القريب سوف تكون هناك نوع، يعني نوع سوف تكون هناك تحويلة نوعية كبرى في التفكير، في العقل، في التفكير وفي الآراء. لأن يعني أنا ألمس هذا الشيء. الإنسان العربي لم يعد يتقبل، يعني لم يعد يتقبل. وهذا السبب أن بشوف أنه يقول خجلان. نعم خجلان، لأنه لم يعد يتقبل مثل الماضي. يعني كان بالماضي يقاوم ويطالب بأنه لا، هذا الشيء صحيح، ويقاوم ويجادل. أما الآن ليس لديه الحجة. الإنسان يعني يخجل لأنه يعرف هذا الشيء صحيح، لكن يخجل أن يقول، أو يخاف أن يقول الحقيقة. يعني أما بالنسبة للأستاذ محمد، قال إن هناك أشخاص، وأنا واحد منهم. أنا أعتبر نفسي الجندي المجهول، أعتبر نفسي الجندي المجهول، وأقوله علنا. أنا لا أنا إنسان لا أؤمن بالأديان التي تسمى السماوية، لأنها مليئة بالأخطاء، مليئة بالتشوهات، لا تحترم الإنسانية. أنا واحد منهم، وأقول أنا الجندي المجهول الذي أحارب الجهل، وأقف
مع العلم وأقف مع العقل. لذلك هؤلاء هم الجنود المجهولون الذين يرسمون المستقبل ويضعون النقاط على الحروف. شكرا لكم. نورت نورت الجميع، بس بعد إذنكم يعني مثل ما صار له ساعة يعني انثقبت إيده ذا لوجيك آدم، انثقبت إيده، هو بقول لكم كبسوا أما بعيون عيونكم كبسوا منك أصدقائي طبعا منورين. بدي بس أنا ما كتير عم بقدر أحكي بسبب شوي وضع الصحي، ولكن حاب أحكي لكم شيء. لو أي مؤمن، أي مؤمن في الدنيا كلها بغض النظر عن الإيمان اللي ورثه من أهله، فكر لدقيقتين بس لماذا أنا الصح؟ يعني كل إنسان فينا من لما انولد وتواجد ببيئة معينة بمذهب معين اكتشف أنه مذهبه هو الصح، واكتشف أنه أهله ورثوه أفضل طائفة، اكتشف أنه له الباع الأعلى ودائما هو مفضل عند الله عند الآخرين. لماذا كلنا نعتقد بأن الله اختصر علومه في المذهب تبعنا، أو صارت العلوم الموجودة عند الله وجدت فقط في المذهب تبعنا؟ لماذا لنا الفردوس الأعلى وللآخرين الجحيم والبرد والسعير والنار والكبريت؟ لماذا لنا فقط الملكوت؟ فكروا فيها شوي، فكروا فيها. ليه دائما أي إنسان بأي مذهب له كل ما تقدم وما يعني ممكن يعني يخطر في باله؟ لماذا له؟ إن كان طبعا حور العين، أو إذا كان يعني الأنعام وغيرها، أما للآخرين نار وسعير وبرد ودخان لماذا؟ فكر أي مؤمن، أي مؤمن بالدنيا يفكر بهذا الكلام، يفكر أي مؤمن بأنه طيب نحن اليوم بال2023 شو نفعتنا الأديان؟ شو السلام الداخلي اللي أعطتني إياه الأديان؟ فكروا فيها شوي. هذا الإله بماذا ساعدنا؟ شو اللي ساعدنا فيه الإله؟ اليوم أنتم فكروا هيك، حطوا أي شيء أمامكم ودعوا ربكم ليل نهار إنه يتحرك هذا الشيء وينوضع بمكان آخر. هل يعني دائما احتمالية الإله في الترجيح يعني 50-50 أنت تدعي، فإذا حصلت تقول الله يحبني لهيك حصلت، إذا ما حصلت الله يحبني لهيك أبعد عني هذا الشيء دائما هذا وأبدا. عرفتوا كيف؟ فصدقوني فيك تعيش بدون الدين، بس أماني ليه يعني، بس خلي يكون عندنا ثقافة الاحترام، احترام الآخرين. اليوم أغلبنا بيخاف من الآخر، ما عندنا ثقافة حب إنه نتعامل مع الآخر، دائما الآخر نحن بنخاف منه، إذا كان من دين آخر، إذا كان من جنس آخر مثلا هذول المثليين جنسيا، أو إذا كان من منطقة أخرى، من ثقافة أخرى، من طابع آخر، دائما عندنا هذا الخوف، ما عم نعرف نتأقلم مع الآخرين، لأنه ربونا على الخوف، الخوف من الآخر، الآخر بابا ولازم نخاف منه. بتمنى يجي اليوم اللي نحترم فيه بعض واللي نتعامل فيه مع بعض على أساس الاحترام، ولا شيء غير الاحترام. نورين الجميع، يسعد قلوبكم. المؤمن اللي حاب يطلع معنا يكتب لنا رقم 7 إذا بتريدوا نكمل على، أنا بالحال العادي بقول نكتبه رقم 6 وتحسين، بس بما أنه محمد صالح موجود فها رقم 7. نورين. هاي ماركة مسجلة باسم محمد صالح الرقم 7. ما هو لأنه موجود، ولا أنا كان بدي اياهم يكتبوا 6 وتحسين. أنت خليك تحت. فورس وين؟ مش صوتي مسموع؟ في صدى أو شيء؟ مسموع إنسان حبيبي، مسموع. عفوا، أول شيء قلبوا صح النوم، أبشرك آدم يعني دار الحوار بطريقة جدا ممتازة. لا ما أنا صح أيدي أمين يعني الحقيقة. أنا مثل فيروز يقول لك بين الصاحي والغفيان. تحياتي لك كمان. عن بوعه وفيكم.
بدي احكي لكم شغله بسيطه. بعض الناس عجبتني كثير، انه في ناس بالفعل ما بيناضجوا صدقا يعني. اذا في مجال احكي لكم شغله قلبوش بس عليك العافيه. عليك العافيه قلبوش حبيبي، عليك العافيه. انا سمعت انه بدايه حديثك انك تعبان شوي يعني. لا هو عندي انا كورونا اصلا، بس يكون شويه معصب او صاير معي موقف. ليكون السادة المؤمنين عصبوك، ليكون السادة المؤمنين عصبوك. لا موقف خارج نطاق الشباب. صبايا كبسوا شيروا إذا بتريدوا، والمؤمن اللي حاب يطلع معنا على الجس يكتب لنا رقم 7 إن شاء الله نحاره. يا قلبوش أقول لك في اعتراف بدي أحكيه عندك على اللايف. تفضحني. اول شيء تحياتي طبعا لاستاذ محمد صالح. انا من الناس اللي برا المنظومه يمكن من 2007، ودائما كنت على صفحات الفيسبوك قديما جدا 2011 2012، بعدين توجهت على اليوتيوب حصرا، ما كانش عندي غير يوتيوب وواتساب وحتى السوشيال ميديا كلها بعيد عنا، لحد ما شفت او انتم مثل ما بتعرفوا يعني اليوتيوب بيعمل هاي القوقعه او الفقاعات اللي ما بتشوف غير الناس اللي بيشبهوك او بيحضروا نفس القصص تبعك، لحد ما شفت احدى قبل ديانات ونسيت شو اسم الصفحه اللي كانت منزله لاستاذ محمد صالح. المهم عليها كانت في افكار جديده، يعني انه مين هالشخص اللي هو شيخ وعم بيحكي بامور سند قران واشياء بصراحه ما سمعتهاش قبل من الناس اللي بتابعهم كلهم يعني. المهم بعدها هو خلانا ننزل تيك توك اللي هلا خلص سرقنا يعني، وعرفنا بس على كل هاي المجموعه الحلوه والشباب الطيبين والصبايا والجروب الثاني اللي عن جد هني زي اهلنا الفيرتشوال يعني. وهي طبعا شكر لمحمد صالح اولا، بعدين شفت قلبوش عم يتدخل عند محمد صالح باكثر مره. احكي بصراحه ما حبيتك نهائيا يعني، وسام اعترف لك. بعديها طلعت مره او مرتين يمكن عند محمد صالح، حسيت قديش الموضوع صعب انك انت تعبر عن رايك وتطلع تطرحه وتحاور وتناقش. رجعت حالي انه انا لما كنت عم بشوف الناس عم تطلع تحكي على فيديو، هاي الفيديو اول ما اعمل له اديتنج المعلومات انت مجهزه، السكريبت جاهز، فهي موضوع كثير سهل انك تطرحه على اليوتيوب. اما تطلع على التيك توك وبشكل مباشر لايف بلحظه بلحظه مع الناس فاحييك جدا قلبوش على اصلا يعني غير هالموضوع انك اتاحت الفرصه لناس كثير مثلي ومثل غيري يعني، اللي خلانا نعلي صوتنا ونحكي يعني. بس هاي المداخله. انا بالنسبه لي شوف صديق، انا واحد عند محمد ما اخذنا مداخلته، اخر واحد تحت محمد بالزاويه. محمد رح ناخذ محمد وبعدين برجع بحكي. تفضل اخي محمد. عادي مشكله. تحياتي اخي قلبوش، وتحياتي لاستاذنا الكبير الاستاذ محمد صالح. انا دائما اسميه البروفيسور، البروفيسور محمد صالح. سيداتي وسادتي وأصدقاء الكرام، دائما نحن يعني إذا رجعنا إلى الماضي قليلا وفكرنا به قليلا أيضا، ما كنا نفكر من 7 مستحيلات أنه نترك الإسلام، وهذه حقيقة. أنا واحد من المسلمين الذين تركوا الإسلام 2006 تركت الإسلام. لماذا تركت الإسلام؟ تركت الإسلام عندما رأيت تصرف بحرب تموز حزب الله. وكنت من على فكرة أنا كنت يعني أشد الرحال من أجل أعمل عملية استشهادية من أجل هاي القضية، ولكن بعثني إبليس وقرأت التاريخ الإسلامي وحتى أنه أتعمق به، ووجدت أن التاريخ الإسلامي عبارة عن كذبة كبرى. يعني إذا أقول نسبة الحقيقة بها 0 أو 1%، و99% كلها كذب. ولذلك إذا أقول أخواننا المسلمين، أخي المسلم المغيب،
لقد ورثت عبئا كبيرا من الخرافات والخزعبلات لا تصلح حتى في هوليود وبوليود وحتى أفلام كرتون للأطفال. والكارثة الأكبر أنك تقحم نفسك بالدفاع عنها بكل جهل وغباء. وعندنا أمثال كثيرة، محمد علي الخرفاوي